مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، كنستضيفوا معنا الفنانه كريمه وساط في التكريم ديالها في عيد المراه من طرف جمعيه النور الاعمال الاجتماعيه. مرحبا بك معنا كريمه الفنانه الانيقه والجميله. شكرا لك مره اخرى الفنان المقتدر والكوميدي، ودابا غنقول لك الصحفي في موقع انفاس بريس. تبارك الله عليك، وراك محبوب عند المشاهدين والجماهير اللي كتحييك بزاف بزاف فريد دلياس، وحنا متابعينك في انفاس وكتعطي انفاس، يعني كننفس عليكم شويه بكل تواضع بكل تواضع. تحيه ليك، وكنهديك هاد الورده لزوجتك والامك وعائلتك، يعني كل المراه المغربيه تنحييها، وكنقول بخصوص الام ديالي اللي فيها الام فيها المراه فيها كل شيء، فيها كل شيء. تحيه. كي كان الاحساس ديالك كنتي كتكرمي من احد الجارات ديالك رئيسه الجمعيه؟ اولي كنشكرها بزاف، تفكرتني الاخت حسناء ختام رئيسه جمعيه نور الاعمال الاجتماعيه، كنشكرها بزاف هي والاخت ديالها كريمه وجميع الاطر ديال الجمعيه. وتشرفت يعني وتكرمت مع فنانه ومقتدرة وشاعرة كبيرة لالا خديجة مبروك اللي تحفتنا بالشعر ديالها الجميل الرائع على المرأة وعلى المملكة يعني المغربية، بملكنا الهمام صاحب الجلالة محمد السادس والأميرة لالا خديجة. تنشكرها شكر كل الشكر الأخت والأستاذة والأم حنونة لالا خديجة مبروك. الجديد ديال كريمة وسط؟ الجديد ديالي هو بعد الظهور ديالي بعد العمليه اللي جيت منها من بلد شقيق تركيا، غادي تشوفوا كريمه الجديد ان شاء الله. كريمه ولو تغيرت شكلا مضمونا راه مازال غتشوفوا الجديد. غنشوفوك مع سعيد النصيري بطبيعه الحال، هذه المفاجاه اللي بغيت نقول، ان سعيد النصيري تنشكروا على الكلمه اللي قال في حقي في بعض المواقع، تنشكروا بزاف بزاف. وكريمه انا دائما وفيه لاصدقائي وبلدي وحبيبي سعيد النصيري، ان شاء الله دائما العوده الجديده كيف قال هو، ماشي تخوف، أن كريمة وسط كتبقى دائما فنانة ماشي بالشكل ديالها، ولكن كريمة وسط ما تغيرت يعني بالشكل، غادي تقدر تعطينا عطاء بشكل جديد اللي عطاني فيه واحد الشخصية اللي غنخليها مفاجأة للجمهور ديالي في السلسلة. ومن بعد رمضان كاين كبر هاد الصغار في فيلم اللي وعدني به. شكرا لك سعيد نصيري، شكرا لأخي وزميلي اللي لقبته بهيفاء المغربية وشهرت بها في الربيب. شكرا لك. كنشكروا كريمة وسط، كنشكروا كل مرأة مغربية من هذا المنبر ديال انفاس بريس، تحياتي. شكرا لكم انفاس، شكرا لموقع انفاس بريس، شكرا للمرأة المغربية، شكرا لكم على هذه المجهودات اللي كتعطيو يعني داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، مغربيات اللي يعني مرأة وقادة اللي كنحيي فيها يعني بمجهودات اللي كتقوم بها الجمعويات، استادات مناضلات محاميات، يعني كل تخصصات تنحييكم. وبهذه المناسبه في موقع انفاس عفوا بريس اللي تنقول لكم عيدكم سعيد وكل عام وانتم بالف خير، اختكم كريمه وسط هيفاء المغربيه. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، مرحبا بكم حتى انتم عندنا اليوم. كي جات هذه الفكره ديال التنظيم؟ يعني هي فكره جات كنشوفوا المراه تضرب تماره في البيت وخارج البيت، وقلنا علاش لا ما نديروش لها واحد اليوم العالمي اللي نفرحوها فيه، واحد النهار اللي ما تشقى فيه ما دير فيه حتى حاجه، يعني تقدع راسها وتبرك وتفرح حتى هي براسها شويه، والناس هما يكرموها واخا عبو ريضه وما ينساوهاش. يعني في هذا التنظيم ديال هذا الحفل لقيتي شي عراقيل ولا الحمد لله الابواب لقيتيها مفتوحه؟ ضروري من العراقيل، ما كاينش شي باب مفتوح يعني بدون مجهود، ضروري كتضرب واحد المجهود باش كتلقى واحد الباب يتفتح لك، والحمد لله جينا لهاد دار الشباب لقينا البيبان تفتحوا لينا في وجهنا وما لقينا حتى مشكل معاهم. شي رساله للمراه المغربيه بصفه عامه؟ كنشكر العيالات المغربيات كاملين بصفه عامه لانهم ضاربين تماره وبزاف بزاف، وما نساوش حتى الرجال حتى هما كيضربوا تماره. ومن منبر ديال انفاس بريس حتى حنا كنشكروك لالا حسناء المناضله الفاعله الجمعويه، وتحياتي ليك بكل تواضع. شكرا. اليوم انا جد مسروره وجد فرحانه بهذا التكريم
اللي غادي نتلقاه مع مجموعه ديال النساء بمناسبه اليوم العالمي للمراه. هذا اليوم كيتكرموا فيه النساء، وفي بعض الدول راه كيديروه يوم عطله للنساء كيتكرموا فيه. علاش؟ على المجهودات ديالهم، على النضال ديالهم، على الوقوف ديالهم بجنب الرجل، ولان المراه ولات كتشارك في ميادين سياسيه اقتصاديه اجتماعيه، ودخلت حتى هي الميادين ماشي بحال القدام كانت المراه مهمشه وكان الرجل هو اللي تيخرج ميدان العمل. اذا على هذه المجهودات اللي كتقوم بها المراه فاحنا كنتكرموا اليوم، وهذا شرف عظيم لنا ان هذه الجمعيه تكرمنا، وكنشكر بزاف هذه الجمعيه على التكريم ديالها الخاص في هذا اليوم. وغتكون شي قصيده على المراه؟ كاين طبيعة الحال كاين قصائد، كاين جوج القصائد، وحده زجل وحده عربيه، وقصائد اخرى يعني وطنيه، وكاين قصائد كذلك بالنسبه للمولد ديال لالا خنساء، بالنسبه للمولى رشيد ابن اللي تزات عنده، وبالنسبه لعيد ميلاد لالا خديجه سمو الاميره لالا خديجه اللي كان عيد ميلادها نهار 28 فبراير في هذا الماضي. وبدورنا حتى حنا كنقولوا لكم مبارك عواشركم ولا عيدكم مبارك. عيدنا مبارك وعلينا جميعا. وما نسيتش رئيسه الجمعيه الاستاذه المحترمه السيده حسناء ختام، حتى هي رانا خصصت لها قصيده على المجهودات الجباره ديالها اللي كتقوم بها مع هذه الجمعيه، والتكريم ديالها اللي بغات تكرم المراه في هذا النهار. تحياتي. بارك الله فيك.